الفريق الوطني لكرة القدم يخص في هذه الأثناء باستقبال رسمي من قبل رئيس الدولة بقصر الشعب بعد التتويج بكأس إفريقيا للأمم. وسط فرحة عارمة وامتنان من الجزائريين، الموكب الحافل للفريق الوطني يجوب شوارع العاصمة على وقع الهتافات والأهازيج، والجماهير تضبط إيقاعها على أجواء الاحتفالات بالتاج الإفريقي داخل الوطن وخارجه. رجال الجزائر محرز المنتخب الوطني لكرة القدم يتوج بطلا لإفريقيا ويرصع سجل الجزائر الكروي بنجمة ثانية في الدورة 32 من كأس إفريقيا للأمم بمصر. أهلا بكم. رفعتموها فرفعتم هاماتنا، رفعتموها فرفعتم سقف أفراحنا ومجد قاماتنا شعلة في سماء إفريقيا. نجمة ثانية ترصع سجل تاريخنا الكروي بعد 29 سنة من النجمة الأولى، وبين النجمتين نجمة وهلال وراية خفاقة في سماء الفرح، في سماء الفرح لوطن يعشق الانتصارات. وفي غمرة شغلت الورى وملأت الدنا، كانوا لله شاكرين وللوطن ممتنين بلفتة تسابيحها من حنايا الجزائر. لأنهم السند والمدد، كان العرفان لأنصار نصروا فانتصروا. ها نحن نمد لكم أيدينا ملأى فرحاً ونصراً، فرحاً ونصراً وكأساً، عسانا نوفيكم حقكم. هذه هي الجزائر، وهؤلاء هم بنوها، يكتبون معاً تاريخ الجزائر بلغة الوطن. تحيا الجزائر. إثر هذا التتويج التاريخي، رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح يخص في هذه الأثناء يخص المنتخب الوطني لكرة القدم والطاقم المسير، يخصه باستقبال رسمي بقصر الشعب. الاستقبال حضره مسؤولون سامون في الدولة، وهو الحدث الذي سنعود إليه بالتفصيل والصور في نشرتنا اللاحقة. هذا وتلقى رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح تلقى التهاني من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي هنأه من خلال مكالمة هاتفية وكافة الشعب الجزائري، هنأه على الانتصار الكبير الذي أحرزه الفريق الوطني بنيله كأس إفريقيا للأمم في دورتها 32 بالقاهرة بمصر. خادم الحرمين الشريفين أكد للسيد رئيس الدولة أن هذا الانتصار والفوز ليس فقط للجزائر، بل هو انتصار وفخر لكافة الأمة العربية. كما تلقى رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح رسالة تهنئة من الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، حيث قدم تهانيه لرئيس الدولة والشعب الجزائري بهذا التتويج المستحق والمشوار المشرف للخضر في كأس إفريقيا للأمم. رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح تلقى أيضا رسالة تهنئة من الملك المغربي محمد السادس، هنأ من خلالها الشعب الجزائري الشقيق على الانتصار المستحق، معتبرا إياه إنجازا كرويا قاريا وانتصار بلد مغربي جار وشقيق. هذا وبحضور رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح سلم رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أحمد سلم كأس إفريقيا للأمم في نسختها 32 للقائد رياض محرز. مراسم تسليم الكأس حضرها رئيس الفيفا ووجوه رياضية بارزة. فرحة
فور وصول رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح إلى ملعب القاهرة الدولي، انطلقت مراسم حفل اختتام الدورة 32 لكأس أمم إفريقيا. تابعها رفقة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إضافة إلى الجماهير الحاضرة. المصريين الذين في غالبيتهم يناصرون المنتخب الجزائري، هذا ما لمسناه في الشارع، الكل يتمنى تتويج المنتخب. الجماهير الجزائرية قارب عددها 20,000 مناصر ضمنوا دخولهم بسلاسة بفضل تعليمة السيد الرئيس للتكفل بمصاريف تذاكر دخول المناصرين الجزائريين الوافدين على ملعب القاهرة. بعد انطلاق المباراة، رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح قاسم الجزائريين فرحتهم بعد تسجيل الهدف، وعاش مجريات المقابلة بأدق تفاصيلها حتى جاءت صافرة الحكم، بل صافرة التتويج باللقب القاري للمرة الثانية. شارك أيضا اللاعبين والجزائريين فرحة رفع الكأس الإفريقية. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. مع نشوة الانتصار والظفر باللقب الإفريقي نبقى. الفريق الوطني لكرة القدم كان قد عاد اليوم إلى أرض الوطن متوجا باللقب القاري من القاهرة. كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول نور الدين بدوي وعدد من أعضاء الحكومة. النخبة الوطنية عبرت بكل عفوية عن امتنانها للجماهير الغفيرة التي سندتها قبل وأثناء منافسات الكان، سواء ممن حضر مناصرا عبر الجسر الجوي أو في ربوع الوطن. اليوم إلى أرض الوطن وفرحانين بهذا الاستقبال،
وإن شاء الله يعني الشعب كامل يكون فرحان بهذا الكأس إفريقيا، والفضل يعود إلى اللاعبين والطاقم الفني على رأسهم السيد جمال بالماضي، ونتمنى إن شاء الله المزيد من التألق إن شاء الله في المستقبل. Très grosse satisfaction, énorme satisfaction et c'est un sentiment mêlé satisfaction et de fierté. جبنا هذا الكأس للدار ما جير بلادنا. Quelque chose qui s'est jamais passé. Et vraiment, grand chapeau à tous les joueurs. Grand chapeau à tous les joueurs. Ils ont été héroïques. Et c'était un local khair. Alhamdoulilah. الشعب الجزائري هذا يستاهل. مبروك علينا. إن شاء الله تدوم الفرحة. إن شاء الله نزيدوا نفرحوهم في المستقبل إن شاء الله. الحمد لله الهدف تاعي جاء في النهائي وفرحنا كاع الشعب الجزائري. ميرسي بوكو. هذه الأصدار صدى على التلفزيون وليد زروق. ومن مطار هواري بومدين الدولي وصولا إلى قصر الشعب، جابت القافلة المقلة للنخبة الوطنية جابت الشوارع الرئيسة للعاصمة وسط فرحة عارمة وهتافات وأهازيج للجماهير الغفيرة التي غصت بها الطرقات وأبت إلا أن تكون حاضرة وملتفة حول أبطال إفريقيا في موكب بهيج وحافل، وصور أبلغ وأصدق من كل تعليق.
فخر الجزائر. لحظة بلحظة عاشوا المباراة النهائية بكل تفاصيلها، ورغم أن أطوارها كانت بملعب القاهرة الدولي إلا أن صدى الانتصار ونشوة الفوز بدت هنا جلية بملعب 5 جويلية الأولمبي. Félicitations pour le peuple algérien pour la deuxième Coupe d'Afrique. Vive l'Algérie. إذا كان الناس لازم نحييهم اليوم هما اللاعبين والمدرب. علاش رجعوا الروح الوطنية للفريق؟ مملوكة ما تمديناش كأس إفريقيا اليوم، كنا نستقبلوا اللاعبين هادو ونحييهم نشكرهم على الروح الوطنية. مبروك علينا ثانية. مبروك علينا الشعب الجزائري كاع إن شاء الله. الفوز هذا نهديهم كاع إن شاء الله الجزائر. وانتو دي فيفا الجزائري الحمد لله دينا ولا كوبا لا كوب. تحية من اليمن لأهل الجزائر، نقول لهم ألف 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 مبروك لكم إن شاء الله، والعقوبة في الفوزات القادمة إن شاء الله، وأفراحكم مستمرة يا رب. من اليمن هذه رانا ملكة روبين ديس ما تلاقيناش بها، راهي عندها 30 سنة صافي بليزير، ويعطيهم الصحة ويخلونا بالماضي يخدم ونقلوا غير ما كلام منها وجوار ملاعبة متخيق الواعرين. يعطيك الصحة محرز. ملعب مصطفى تشاكر لطالما شهد انتصارات الفريق الوطني، شهد أيضا ملحمة أخرى من توقيع أشبال المهندس جمال بلماطي. الجمهور هذا ما يستاهلش يروح هكذاك، ما يستاهلش يروح هكذاك. يعطيكم الخير. باكا سعر غير ما نجيب ناطر. طايبات. مبروك علينا خويا، مبروك مبروك على الأرجيري كاع خويا. 1 2 3 فيفا الأرجيري. 1 2 3 فيفا الأرجيري. تحية بالماضي. أنا مبروك علينا وخلاص، مبروك علينا لاكوب، توحشناها توحشناها هذه الله. الفرحة كانت عارمة عبر كافة ولايات الوطن، فرحة التتويج بالكأس الإفريقية الثانية. العاصمة على وقع فرح هستيري.
كون فريق الوطني كان منتخب قوي جدا. دينا لا كوب الحمد لله وبارك الله فيكم. شتير لو شابو بالماضي يرحم والديك. 1 2 3 في فالجيري الحمد لله كيرمي الحمد لله يا رب. الله يعطيهم الصحة بارك الله فيهم الله يعطيهم 100 منها وكما فرحونا ربي يفرحهم. في جوار ربي يحفظكم بونجاح يا لاعب كبير الله يبارك عليك. ميريت سيت فيكتوار بونجاح دموعك غاليين وما راحوش خسارة ويعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة فرحتوا الجيران. فيفا كديورا فيفا كديورا. ونهني محارب الصحراء ونشكرهم على الفوز هذا ونشكر على الكيب اللي دارها بالماضي. وإلى طمنراس عاصمة الأهجار عنوان آخر لجزائر الانتصارات. الشامبيونه ونشكروا بالماضي والفريق الوطني ان شاء الله على الانجازات وان شاء الله شهر جويليه هو شهر انتصارات للشعب الجزائري والجيش الوطني الشعبي دار واجبه اكيد الجيش الوطني اللي داو الانصار يعني يعطيهم الصحه بارك الله فيه. تحيه الجزائر مجد الخلود لشهدائنا الابرار. فرحنا بالجزائر تاعنا وشرفتنا مليح و 1 2 3 فيفا لارجيري 1 2 3 فيفا لارجيري والكحلوشة جبناها وتحية بونجاح وبالماضي وتحية الجزائر 1 2 3 فيفا لارجيري. الحمد لله انجاز كبير خدمه المنتخب الوطني وفرحنا وفرح كامل الشعب الجزائري. ان شاء الله لا كوبي سنربح ان شاء الله امين ربي ان شاء الله امين ربي. الله يعطيهم الصحة جابوا لنا نجمة الزوجة الله يحفظهم. ربي ما خيبناش وين دعينا ربي تبعنا المقابله بشغف كبير ونهديها 43 مليون جزائري والحمد لله يا ربي. الجوار كانوا رجاله وكانوا محاربين في الميدان والشعب الجزائري اللي راح لمصر وكاع الشعب الجزائري 43 مليون اللي راه هنايا وكاع اولادنا اللي راهم اخواتنا اللي في الحدود نحييهم. تحيه الجيش الوطني الشعبي وتحيه الجزائر وديما جيري تبعنا في لحظات جد مشوقة وتحيا الجزائر وفي 1 2 3 في فلاشيري. وإلى بجاية الفرحة لا توصف. وإلى إليزي حيث خرج المواطنون فرحا وبهجة بالظفر بالكأس الإفريقية.
الوطني اللي أدوا مباراة وأدوا بطولة رجولية، والحمد لله جبنا البطولة هذه، فرحنا كامل الشعب الجزائري والحمد لله فرحانين، وتحية الجزائر وإن شاء الله الجزائر حرة مستقلة. تري في فنال تحية الجزائر، وأنا فرحين اليوم. رانا فرحانين في هذا الليل إن شاء الله بالبالون تاع الليلة إن شاء الله بالمجتمع الجزائري، وراء الشعب كله راه فرحان إن شاء الله من شمال للجنوب، وكل العرب إن شاء الله كلما فرحانين الله يسترنا بلادنا إن شاء الله. يكون مبروك علينا ومبروك على الشعب الجزائري إن شاء الله، وربي يدوم الفرحة والسعادة إن شاء الله، كل مبروك علينا إن شاء الله. بمناسبة لكم طفلك إن شاء الله كما ديناها نزيدوا نعودوها إن شاء الله، وفيفا لالجيريا. وجابوها الرجالة، يعطيك الصحة بالماضي وللجوار كامل، يرحم والديكم فرحتوا الشعب الجزائري، وهذه في خاطر في خاطر في خاطر بالماضي اللي نحبوه بزاف بزاف. مبروك علينا الدوزيام والعقوبة، المزيد من النجاحات إن شاء الله. 1 2 3 فيفا لالجيريا. وبقسنطين المشهد واحد، فرحة تقاسمها الجميع. بارك الله فيهم ومسعونا وجابوا لنا النسخة الثانية، وبارك الله فيهم وانتو تري في برازيلي. أنا فرحانين أفو، ما عندناش شنو نقولوا، هذه المفاجأة هذه سنيناها دوبي لونتون، الحمد لله يا رب. يعطيهم الصحة كي فرحونا وشكرا. رجالة خاوتنا والله فرحونا، لعبوا بالقلب اخويا، حطوا رجليهم، هادو هما الرجالة، ماهوش اللي في البلاطوات، هادو هما الرجال اللي في التيران. في بلالجيري خويا، ما شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله، وان شاء الله العقوبه للمره الجايه ان شاء الله، ربي ان شاء الله نديروا زيد نديروا نتيجه مليحه ان شاء الله. الحمد لله يا ربي اللي وفقنا ونجحنا بالبركه علينا، العقوبه ان شاء الله للثالثه ماش الثانيه، وماذا بينا يزيدوا يفرحوا الشعب. واتوتي في بلالجيري، مبروك علينا مبروك علينا، ربي معنا ديما، الحمد لله في بلالجيري. الصحه للجوار. سكان ولاية الوادي خرجوا إلى الشوارع والساحات معبرين عن سعادتهم الغامرة بما حققه أشبال بالماضي. مبروك على الشعب الجزائري كامل، فرحونا الاولاد وجابوها بعد 29 سنه، الحمد لله ماتش كان قوي وجبناها، اللهم لك الحمد. وان تو تري في فالجيري. الجزائر فرحه فرحه كبيره جدا ما نتوقعهاش في قلوبنا. تحيا الجزائر، ديما الجزائر، ديما الجزائر. في فالجيري، وان تو تري في فالجيري. البهية وهران ازدانت بأجواء الفرحة ومظاهر الاحتفاء بالسيدة الكأس. تندوفية الأخرى سجلت إشادتها بالإنجاز الكبير للخضر والوجه المشرف خلال الكان. Thank you.
إلى تلمسان التي شهدت هي الأخرى أجواء مميزة بعد تحقيق الفوز في مشهد يبقى راسخا في الذاكرة الرياضية الوطنية. ومن بشار صور الفرحة كانت العلامة المميزة للمواطنين الذين خرجوا تحية للأداء البطولي لرفقاء محرز. وبتيزي وزو خرجت الجماهير معبرة عن سعادتها وامتنانها لصنيع الخضر الذين أبلوا البلاء الحسن. مبروك علينا هذه لاكوب ان شاء الله وبيدنا الفوز المره الجايه ان شاء الله. كل شيء مبروك لاكوب دافريك ان شاء الله يا ربي تنجح ثمورتك. فيف لالجيري 1000 فوا بلوس 1000 فوا اي 2000 فوا سينو فوا ان شاء الله لا ديزيام بروشان ناس نعاون ان شاء الله. الزول فلاون اسلام الوان مبروك في لي زالجيريان الكل كل شيء مبروك فلانا مبروك في لي زالجيريان وخلال نستاهل لا كوباكي اشكي روعه تاع انت الى اشكيت اعطاكم صحة اعطاكم صحة اعطاكم صحة اعطاكم صحة ميرسي ميرسي بوكو اعطاكم صحة في لاكوب دافريكا كيف بالليل يعطيك صحة مبروك علينا. وحيثما كانت الوجهة كل مشهد يعكس تقاسم فرحة الجزائريين والحال كذلك بغردايا. مبروك علينا النجمة الزوجة تحية الجزائر تحية الرجال اللي جابوها واتوتري في فالجيري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفوز كان متوقع بالنسبة للفريق أثبت وجوده منذ بداية الكان ومبروك للجزائريين. تحية الجزائر مبروك عليك مبروك على الجزائر تحية الجزائر واتوتري مربوحة صاحبي مربوحة. أبناء عين الفوار سطيف هم بدورهم غمروا الساحات بألوان العلم الوطني فرحا بالتتويج القاري المستحق.
عرفونا وشرفونا والحمد لله. ويعني احنا الشعب الجزائري كنا نستناو في الفرحه كما هذه والحمد لله. البارح ما رقدناش خلاص ليله كامله والحمد لله، وربي يدوم الفرح ان شاء الله، وربي يجيب الخير لبلادنا ان شاء الله. الجزائري اللي تعيش في فرنسا ولا عايش لنا، وكل عام مع بعضهم قلب واحد ويد واحده وجابونا لاكوب، وكذا خيرهم كذا خيرهم، ورفعوا بالرايه الجزائريه في القاهره بعد 29 سنه، والشعب الجزائري فارح الكل بعد 29 سنه وباش مده طويله. واليوم الحمد لله والشعب الجزائري فرح الكل وفرح ان شاء الله يدوم. الناخب الوطني كان في المستوى، استطاع ان يكون فريق في مده 6 أشهر، وهذا يكفيه فخرا، ونتائج كانت خالفت كل التوقعات. اما الفريق فكان لحمه واحده في الميدان، كان تضامن، كان تناسق، كانت الاراده، هذا الذي جعل الانتصار. ونتمنى ان شاء الله الاستمراريه. صافي 30 كون اتوندي، الحمد لله جات هذه لا نوفيل جينيراسيون، فرحتنا من بعد لا جينيراسيون تاع لي زاني 80 90، هاي جات لا جينيراسيون تاع 2000 2010 2020 2019، هم زادوا فرحنا من الدرجه دي. وان شاء الله نتمنوا ان شاء الله يجيبوا كما قال لك السيد قبيل كاس لان لاين فورا، باسكو سيتيف سي اون تراديسيون دو كوب. البهجة اعتلت سكانا عما في فرحة لا توصف عبر الشوارع والساحات. بصحتكم كاع الجزائريين، الحمد لله اللي ربح الجزائر، و ربنا شجع كاع كلش كاع رياض رياض ما احلى سوا 2 3 فيفا لا جيري، حنا نفرحوا معاها 1 2 3 فيفا لا جيري. امين امين، وتحية للجزائر، وخلينا ولادنا اللي قرحونا وهذه، وشكرا. التتويج باللقب القاري رسم الفرحة وسط أهل باتنا الذين عبروا عن سعادتهم بهذا الإنجاز الذي كان ثمرة مشوار بطولي دون عثرات. لا 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 لا
إلى مستوى غانم التي اهتزت فرحا بالإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني بالقاهرة بقيادة مهندس الملحمة جمال بلماطي. جبنا لاكوب وربي كان معانا الحمد لله يا رب. اليوم جبنا الزعلوجه رئيس ولاجي والله ذبحنا تحيا الجزائر. نشكر الجزائريين نشكر المنتخب الوطني بالخص الجبل من الماضي. تحيا الرجاله جبنا الكحلوشه. يا جيران يا جيران. ومن مستغانم الأضرار حيث خرج الجميع لتحية محاربي الصحراء على ما حققوه من إنجاز وانتصار في أداء رجولي جزائري خالص. الصورة كانت معبرة بعنابة التي اكتست بألوان الراية الوطنية وهتفت بحياة الخضر ومجد الجزائر. ونبض الأخوة من فلسطين القضية. فالفرحة هناك لا تكاد تفرق بين فلسطين الشهداء وأرض الشهداء الجزائر. مبروك للمنتخب الجزائري. الشعب الفلسطيني يتقدم بالتحية لبلد المليون شهيد الجزائر. تحية الجزائر من غزة. من غزة المحاصرة نتقدم بالتحية للشعب الجزائري محاربين الصحراء. يا جزائر يا جزائر يا جزائر يا جزائر. الشعب الجزائري يستحق محاربي الصحراء بالدماء. محاربي الصحراء بيستاهلوا. كلنا ايد واحده وجزائر. 1 2 3 في فرنجيري. 1 2 3 في فرنجيري. 1 2 3 في فرنجيري. الف مبروك للشعب الجزائري. فرحتنا واحده احنا والشعب الجزائري. مليون تحيه للشعب الجزائري الشقيق. 1 2 3 في فرنجيري. جزائر جزائر جزائر. جاليتنا المقيمة بفرنسا احتفت بالانتصار في شهر الانتصار وبطريقتها المميزة. لنتابع.
Algérien et les maires. Un 9-4 et 10-4. وما إن أعلن حكم المباراة عن نهاية اللقاء التاريخي حتى دوت هتافات الأنصار الذين توافدوا إلى القاهرة لتشجيع المنتخب الوطني في صور ومشاهد أبهرت العالم. العائد من القاهرة محمد شماني. المستحيل ليس جزائريا، عرفناها صغارا، كبرنا بها، أحسسناها، آمنا بها. وطن يسكننا مثلما نسكنه هنا الجزائر. كان 2019 توجنا بها، وجمهور عاهد الخضر منذ البداية فلم يضيع موعدا لفريق بروح وطن. الحمد لله يا ربي، مبروك علينا، مبروك على الشعب الجزائري عامة. الجزائري ربحنا ان شاء الله، ربحنا كيما لازم، وان شاء الله لازم كان نلعب. 1-2-3 في فلاجيري. الحمد لله، من 1990 هذا وين تنفسنا. الحمد لله يا ربي، بالماضي فرحنا لجوار كامل ما شاء الله. تحية بنجاح لزوم لزوم لزوم، وتحية زير تبقى زير في العلالي. طولنا وسفرينا والحمد لله، ونشكره بالماضي، ونشكره كاع الطاقم الفني تاعه، ونشكره البيبليك اللي جا هنايا وفرحونا. 1-2-3 في فلاجيري. رانا من لوفانتيا هنايا مع ليكيب ناسيونال، وقلناها في الاول باللي نربحوهم. وربي وفقنا وما تعبناش باطل. انا من ولايه بسكره وناديها 48 ولايه. ربي وفقنا. 1-2-3 في فالجيري. نشكر بالماضي يا خويا اللي جاب لنا دوزيام نجمه، ونشكر بالماضي اللي جاب لنا دوزيام سما. في فالجيري الحمد لله، شكاره في العديان. ربحنا في كونترا العديان. هنا القاهرة بل هنا الجزائر المتوجة ملكة على الماما أفريكا. النجمة الثانية، النفس الثاني، الأنصار فقط هم أنفسهم، لا يتغيرون، لا يضيعون المواعيد الكبرى بشعار سجل أنا جزائري. مبروك علينا و شابو بوغ بالماضي بوغ لي جوار. مالغري تو سفرينا وحرقنا لهنا، مي الحمد لله، الحمد لله كي جبناها. وجي الحاجه اللي جابتنا لهنا، البكات على بونجاح وعطال. رانا على جالك جينا يا بونجاح، والحمد لله بالمركز البيت ودينا. السلام عليكم. الحمد لله، مبروك علينا. تعبت شهر ما راحش باطل، كي حرقنا الفيزا ما راحتش باطل. ويعطيكم الصحة يا ليفر، ويعطيكم الصحة والعقوبة إن شاء الله للثالثة. تعبنا ما راحش باطل، الحمد لله يا رب العالمين. شقينا وتعبنا. 1-2-3 في فلاجيري. الحمد لله يا ربي، فرحنا بالماضي وإن شاء الله يفرحوا دنيا وآخرة. ونقول لهم حفلة بدون سيارات، يرحم والديك مزهاو معانا بدون سيارات. بارك الله فيك. تحققت النجمة الثانية بعرق اللاعبين وعرق الأنصار أيضا وحتى الصحفيين. مسيرة لم تأتي هباء، بل سهر عليها ورافقها الأنصار هنا بالقاهرة منذ البداية، منذ مباراة كينيا إلى ثنائية السنغال. بعثة تلفزيون الجزائر إلى القاهرة، محمد شماني من أمام ملعب القاهرة. 1-2-3 وتلفزيون الجزائري محمد شماني عاش الحدث مباشرة من منزل اللاعب المتألق بغداد بونجاح، حيث نقلت أجواء الفرح إثر الظفر باللقب الإفريقي. عن كثب فاطمة الزهراء محمد. هي فرحة الوالد بابنه، فرحة علي بنجاح بهدف ولده بغداد في مرمى السنغال. هكذا تابعت كاميرا التلفزيون الجزائري المباراة النهائية من بيت عائلة بغداد.
الله يحفظه والله يستره. انا هذاك راني من الصغر هكا وانا نتبع فيه. الله يحفظه والله يستره، الله يبعد على المصايب. كي هو كي خوته كي صحابه قاعد يلعبوا معاه، الله يحفظهم الله يسترهم وبصحتهم. هذه لاكوب ويستهدوا فيها كاع الجزائريين. وبغداد فرحنا وبغداد يلعب من قلبه، وكاع الجوار لعبوا من قلبهم، وان شاء الله نتمنى لهم الخير والمستقبل زاهر ان شاء الله، والله يعطيكم الصحه ان شاء الله. فرحه ما توصفش، ما توصفش بزاف بزاف، باسكو بغداد ومحرز وكاع الجماعه كاع ليكيب ستاف تكنيك ستاف ستاف كلشي كلشي هادو ساهموا في هذا الفوز. بأعصاب مشدودة وضغط كبير ودعوات لتحقيق الفوز، وصل أفراد العائلة مشاهدة باقي أطوار اللقاء إلى غاية صافرة النهاية التي اطمأنت بها النفوس وانطلقت بها الأفراح. فعلا ما سماها ساحرة، فأنت سحرت قلوبنا يا بغداد. شكرا جزيلا، شكرا لكل الفريق، للناخب الوطني لسبيشل وان جمال الماضي، شكرا شكرا لك فاطمة الزهراء محمد. وسط أجواء عائلية حماسية تبع أهل وأقارب اللاعب يوسف بالليلي مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا، حيث كانت الفرحة عارمة إثر التتويج بالكأس. مراد بزوار. أن يتوج منتخب بلدك بالتاج الكروي القاري فهو شعور في غاية الروعة والتميز، أما أن يكون ابنك أحد صانعي أمجاد المنتخب فالأكيد هنا أن الإحساس جد خاص. يوسف بلايلي كيكون يلعب والله شعور رباني، إحساس رباني والله، لا واحد الإحساس شعور كبير. تحس باللي إحنا لارنا تما نلعبه، كي نشوفه يلعب وشغل الدم يحمى ونقعد نبكي. عنده موهبة تاع الفريق الوطني الجزائري، ونتمنى له النجاح إن شاء الله. لاعب مطينة كبار، ونتمنى له إن شاء الله فريق كبير. لحظات استثنائية عاشتها عائلة يوسف بلايلي طيلة عمر المقابلة، ترقب تخوف وفرحة عارمة في النهاية. يا 40 مليون جزائري، مصحتكم مصحتكم مصحتكم. يوسف رانا فرحانين بك يا يوسف، لعبت غاية لعبت غاية. ويوسف بلايلي يعطيه الصحة أخويا، وكانت دار مقابلة مليحة ويعطيه الصحة أخويا. ولديك راني فرحانة بك، الله يسترك الله يستر كاع الجماعة. On est super fiers de lui, c'est un très bon joueur, il a toujours été un très bon joueur. مشاعر الفرح هنا تقاطعت وتكاملت لتعكس صورة كل العائلات الجزائرية في ختام رحلة الخضر في بلاد الفراعنة التي توجت بالذهب. وقع لعبته غاية. بعد التتويج الرائع للفريق الوطني لكرة القدم بكأس أمم إفريقيا 2019، يتوفد إلى أرض الوطن تباعا اعتبارا من مساء اليوم المناصرون الجزائريون الذين تم التكفل بنقلهم أمس على متن الطائرة العسكرية التسع إلى القاهرة لمناصرة الفريق الوطني، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. وبوصول أولى الرحلات شهدت المطارات شهدت فرحة عارمة لدى المناصرين بعد الأداء المتميز للفريق الوطني خلال هذه المنافسة القارية والفوز المستحق بالبطولة، معبرين بشعارات وطنية وعبارات امتنان للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التي تسهر دوما على الوقوف إلى جانب المواطنين وتسخر كافة الإمكانات البشرية والمادية تعزيزا للرابطة جيش أمة. تتويج الخضر بالكأس وأداؤهم المتميز كان محل إشادة وتنويه من قبل الصحافة الدولية المتابعة للحدث الكروي القاري. أسماء المملي. التتويج البطولي والتاريخي للفريق الوطني باللقب القاري اهتمت به الصحافة الوطنية العربية والعالمية، فتصدر الإنجاز صفحاتها الأولى وأسهب صحفيوها في الحديث والإشادة بمسيرة فريق صنع الاستثناء خلال هذه الدورة. يومية المجاهد العمومية كتبت على صفحتها الأولى: الجزائر في سماء إفريقيا، وفي التفاصيل تأكيد على أن الفريق الوطني كان الأفضل خلال هذه الكان وعلى جميع المستويات، ولأنه الأفضل فقد استحق لقب الأسياد كما عنونت يومية الشروق الخضر أسياد إفريقيا. والتتويج هو ثمرة جهد واستماتة جماعية لكتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي التي أهدت الكأس الثانية للجزائر. تكتب الخبر وبالبنط العريض جابوها الرجالة،
والرجال هو ما عنونت به يومية أوريزون لتكون الجزائر باحتفالات أبنائها بهذا التتويج باهرة في عيون يومية الإكسبريسيون. وبالشكر والعرفان لأبطال الجزائر فضلت يومية المساء أن تكتب على صفحتها الأولى وتثني على روحهم القتالية على المستطيل الأخضر. من جهتها أشادت الصحافة العربية والعالمية بتتويج المنتخب الوطني بلقب كأس أمم إفريقيا، فجريدة الأهرام المصرية كتبت عن الموضوع وعنونت: الجزائر تتوج بطلا لكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية. وعند مفاتيح هذا التتويج وقفت وبإسهاب مجلة فرانس فوتبول وذكرت التضامن اللافت بين اللاعبين، النشاط الهجومي الناجح والأسماء اللامعة. وبعد 29 سنة الجزائر بطل إفريقيا تعنون صحيفة آياس الإسبانية. ولأن أبو النجاح صنع نجاح الفريق الوطني بالأمس فقد تصدر اسمه عنوان جريدة دسان البريطانية. وبكثير من التميز لعب محاربو الصحراء كل أدوار الكان ليكون التتويج بالكأس مستحقا وتصبح الجزائر بطل إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها. نقرأ على موقع فرانس 24. في الحياة الحزبية تم اليوم بالعاصمة تزكية عز الدين ميهوب أمينا عاما بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي لإدارة شؤون الحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر القادم. جاءت تزكية ميهوب خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني للتجمع خلفا لأحمد يحيى المتواجد رهن الحبس المؤقت في إطار التحقيق في قضايا فساد. عز الدين ميهوبي تعهد بالمناسبة ببذل كل جهود من أجل تحويل الحزب إلى قطب سياسي حقيقي يحظى بثقة الشعب. إننا نعتقد أن الحوار عنوان الديمقراطية الأول، وفي هذا السياق فإننا في الأرندي نثمن كل المبادرات المدروسة الواقعية منها، لا الافتراضية أو المستهلكة ولا تلك المستوردة من بيئات دول أخرى. إن الساحة السياسية اليوم مدعوة إلى لقاء وطني صادق وحقيقي تسقط فيه مفردات الإلغاء والإقصاء والإكراه، تضع فيه مختلف الأطراف مساحة مشتركة وتقدم فيه تنازلات كل من جهته لنلتقي جميعا في المساحة التي تسعنا جميعا، تسمح للجميع بالذهاب إلى الاستحقاق الرئاسي المقبل باعتباره بوابة الدخول في الشرعية الشعبية المنشودة. حزبيا أيضا رافع رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بالعيد من باتنا من أجل إعطاء فرصة للشباب ووضع ثقة فيهم من أجل غد أفضل للبلاد. جاء هذا لدى إشرافي على لقاء جهوي للهيكل القاعدي لتشكيلته السياسية لشرق البلاد. هي رمز الوحدة الوطنية لأن باتنا موجود فيها كل الشرائح كل الثقافات موجودة في باتنا، وباتنا تعايش بين مختلف الأفكار والذهنيات والثقافات موجودة في باتنا، ولذلك تمتاز هي ولاية بامتياز تمثل الوحدة الوطنية. خلال الدورة العادية الثالثة لمجلس الشورى لحركة مجتمع سلم تطرق رئيس الحركة عبد الرزاق مقري إلى الوضع الراهن للبلاد مؤكدا أن الحركة ستطلع دوما بدورها الإيجابي والمساند للشعب. يقول مقري: ما الذي تحقق وما الذي لم يتحقق بعد 22 مسيرة من مسيرات الحراك في كل الولايات؟ حين تحرك الجزائريون في بداية الحراك ووسطه تحققت العديد من المكاسب، منها صناعة المواطن الجزائري الجديد الذي صار يهتم بالشأن العام ويطلب ويطالب بالتغيير بالأساليب السلمية الحضارية التي أدهشت العالم. جدد رئيس حزب عهد 54 علي فوزي 40 من ميلا جدد الدعوة إلى ضرورة الذهاب لانتخابات رئاسية تضمن صندوقا شفافا يفرز رئيس جمهورية يقبله الشعب قبل نهاية السنة الجارية. جاء هذا خلال لقاء مناضلي حزبه بالولاية خصص لتنصيب رئيس المكتب الولائي الجديد. ما قدروش نديو البلاد هكذا الهوية، لازم نقعدوا في إطار، لازم نقعدوا في إطار دستوري، ولكن وين يعجز الدستور، وين يعجز الدستور نجعلوا بلي وسائل سياسية نضيفوها للدستور باش نحضروا انتخابات نزيهة وشفافة.
بالعودة إلى الحدث الوطني احتفاء كامل الشعب الجزائري بالنخبة الوطنية لكرة القدم إثر عودتها من القاهرة بالنجمة الثانية والكأس الثانية. قرر اليوم رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح إزداء أوسمة من مصف الاستحقاق الوطني لعناصر المنتخب الوطني لكرة القدم، هذا عقب تتويج الخضر بلقب كأس إفريقيا للأمم بمصر، وذلك خلال كلمة ألقاها خلال استقبال أعضاء الفريق الوطني بقصر الشعب. الاستقبال بالصور والتفاصيل نوافيكم به في نشراتنا اللاحقة. في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت أمس مفارز للجيش الوطني الشعبي بترمسان وعين تموشنت من ناحية العسكرية الثانية تاجر مخدرات وحجزت قرابة 40 كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بباتنا وسوق راس من ناحية العسكرية الخامسة 3 تجار مخدرات وكمية من الكيف المعالج و511 قرصا مهلوسا، هذا حسب بيان الوزارة الدفاع الوطني. كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار بناحية العسكرية السادسة وجانيت بناحية العسكرية الرابعة، أوقفت 30 منقبا عن الذهب وحجزت 4 مركبات رباعية الدفع و53 مولدا كهربائيا و45 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن، بالإضافة إلى 21 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب ودراجتين ناريتين و4 مضخات، فيما تم حجز 1325 كيلوغراما من خليط الحجارة وخام الذهب بتندوف بالناحية العسكرية الثالثة. من ناحية أخرى، أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة بكل من سوق أهراس تبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة أحبطت محاولات تهريب قرابة 2000 لتر من الوقود. وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 22 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من الأغواط وتلمسان. استفاد اليوم أطفال من ولايات الجنوب من زيارة استكشافية إلى المتحف المركزي للجيش، حيث اطلعوا عن كثب على محتوياته والشواهد التاريخية والعسكرية وكذا الموروث الثقافي للجزائر. بقي أن نذكر بأبرز العناوين. الفريق الوطني يخص في هذه الأثناء باستقبال رسمي قبل رئيس الدولة بقصر الشعب بعد التتويج بكأس إفريقيا للأمم، ويقرر إزداء أوسمة من مصف الاستحقاق الوطني لعناصر المنتخب الوطني. ووسط فرحة عارمة وامتنان من الجزائريين، الموكب الحافل للفريق الوطني يجوب شوارع العاصمة على وقع الهتافات والأهازيج، والجماهير تضبط إيقاعها على أجواء الاحتفالات بالتاج الإفريقي داخل الوطن وخارجه. المنتخب الوطني لكرة القدم يتوج بطل الإفريقيا ويرصع سجل الجزائر الكروي بنجمة ثانية في الدورة 32 من كأس إفريقيا للأمم بمصر. هذا ويقترح عليكم التلفزيون الجزائري عبر قنواته حصة خاصة سهرة اليوم حول التتويج التاريخي للفريق الوطني. الحصة التي تحمل عنوان النجمة الثانية تأتيكم على المباشر عبر القناة الأرضية والجزائرية الثالثة وكانال الجري والقناة الرابعة الناطقة بالأمازيغية. نفترق مشاهدين على الموكب الحافل للنخبة الوطنية والتناغم الكبير مع الجزائريين في مشهد لا نظير له.